سي منصف صباح الخير. صباح الخير. فرحت كي ريتك في البارك صدفة. ما نحبش مفلتة، نحب نحكي معك. صدفة خير من ألف معاد. سي منصف توا تبارك العوام في الكلوب وجات الفرصة بتاع ليكيب ناسيونال انت ما قبل، لكن سيبتنا مش محبة فينا، لكن يلزم تخدم عليك كيف ناسيونال وكاو. صحيح، هي إنسان كل إنسان يطمح ديما الحاجة ديما تنمي وتحسن من القدرات متاعنا ومجالات العطاء متاعنا مختلفة. العمل في النادي الإفريقي معناته كان عمل طيب، توج بمجهودات وبنتائج ممتازة. النادي الإفريقي عنده فضل كبير على منصف الشريف. النادي الافريقي مسؤولين النادي الافريقي كانت الفتره اللي خدمت معهم، خدمت معهم من 2012 وزدت رجعت من 2014 2015 ولا 2016. كانت فترات كلها شالنج وكلها تتويجات وكلها انتصارات وكلها افراح. جو ريسبكت بوكو لو بوبليك دو كلوب افريكان، لي ريسبونسابل، رئيس النادي اللي وضع فيه الثقه منذ سنه 2014، توجنا بعديد الالقاب. رئيس الفرع سي سفيان بن صالح هذا كان عنده فضل في البروز هذا كيف والثقه والكونفيونس اللي عطاها لي. عملت اون بيريود اون تري بون بيريود جو سوي انكور. نحن ديما ما ننكروش، ديما انسان يكون عنده دي روتومبي على الجمعيه اللي خدم فيها. انت تشوف اليوم النادي الافريقي بين 7 و8 عناصر في المنتخب الوطني، وان لعبوا في المنتخب شرفوا الدراب نتاع تونس وشرفوا الازياء نتاع النادي نتاعهم، واخرهم هك شفت في بطوله افريقيا الاخرانيه. اللي حاب نقوله كونوا العمل في المنتخب الوطني ولا في النادي الافريقي ولا في الجمعيات الاخرين، هو كله عمل متوسط، هو ثمرة عمل نتاع جمعيات في نتاع جهودات في الجمعيه نتاعهم نتوجوهم نحن في المنتخب الوطني. وان شاء الله معناته نكون انا في حسن الظن نتاع جماهير النادي الافريقي، وان شاء الله نكون في حسن كنت في حسن الظن نتاعهم في المسؤولين نتاعهم اللي الثقه اللي عطاوها لي. ونتمنى او نكونوا معناته نزيد نشوف النادي الافريقي انكور معناته في اعلى في احسن المراتب انكور، وان شاء الله مزيد من التتويجات ومزيد من النجاحات للنادي الافريقي والفرع كره اليد بالخصوص. كما انت تمنيت لنا الحاجه الباهيه، نحن سي منصف برا ربي وجهك كبير ونفرحوا لك وان شاء الله ديما بالحاجه الباهيه سواء معنا ولا مع ليكيب ناسيونال. انتم يعطيكم الصحه على التغطيه على المثابره نتاعكم، فريمون امبيونس كبيره عملتوها لنا في لي دي سيزون الاخرانيين. لي باج نتاعكم يعطيهم الصحه. نحاول نقول حاجه برك، جو سوي ديني او بوبليك او ريسبونسابل دو كلوب افريكان. نشكر اداره النادي اللي اتاحت لي الفرصه باش انا كنت متعاقد مع النادي الافريقي، لكن نعطيهم الصحه اتاحوا لي الفرصه باش نخدم في مجال اخر اللي هو كي كونفيرج في نفس الهدف اللي هو تطوير والنهوض بهرياضة كرة اليد هذه. وان شاء الله من موقعي للمده اللي عديتها نكون قابلت بلال حسن بلوتو، وان شاء الله معناته القادم افضل سواء لي انا وسواء النادي الافريقي. وما تنساش نحن ديما نبقاو ابناء النادي، وانا على طلب المجموعه في كل يحب عليه هو في كل مناسبه اللي النادي الافريقي تحتاج حاجه انا جسوي او سيرفيس للكلوب، وان شاء الله القادم افضل النادي الافريقي. عايشك سي منصف. ميرسي.